مو كل من دخل السجن مجرم ولا كل من مشي على الأرض بريء. ليش ما لبستي للحين؟ ما أبي أشوف أي صورة لها بالبيت. كنت أتمنى بهاللحظة أكون بحضن أمي. أنت مرة مو متزوجة، من وين بتجيب إياها؟ إذا متزوجة إحنا صدق تربينا من غيره. أنا اللي صابرة على بس كل واحدة فينا عدت الثانية بنتها مو أختها. إذا أنا أمهما وقفت وياي أنا أسفة خربت عليك تبنيتك؟ وعدك راح أتعالج راح أتغير راح أصير للريال اللي تبينه. لو يا علي ما أدش من البيت هذا مرة ثانية. أسفة والله قطعت سوالفكم أقصد شغلكم. لا بالعكس حياتي شغلي. ما عندكم مشروع طلعنا فلوس، ما عندكم شيء نتحرك نسويه. غيرة بس أنا مستحيل أجاب لأمي وأنا أدري أنها تنتظر هاللحظة اللي تشوفنا فيها محتاجينها. ما حد يختار نصيب، النصيب هو اللي يختارنا. لي خذيت الورث نسوي مشاريع. شنو نسوي؟ ليش نجمع؟ شريجتك أنا أبو المذل 24 ساعة تذلين فيه. تبغين تبقين ذهب؟ شنو؟ حصول السيدة كلثوم على خبر 10 مليون دينار. إيه؟ شن ليابك؟ شن شميتي؟ شميتي بليزا؟ وبعدين؟ وانت جاية تزوريني ولا جاية تلهقي؟ المثل شي يقول؟ شي يقول؟ خليك مع اليوعان دايما شبعان شبعان حلو ما حد فاهم. نزل ريلك يعني انت تدري الحين انا بنت مليونيرة يعني لازم عرسي الناس كلها تحكي فيه. انت قليلة ادب ما تستحي فضحتونا قدام الله وخلقه. انا ماني قادر اتحمل مشاكل عيالك. انا لئيمة مشكل انا لا اقول حلو الواحد يعرف قدر نفسه. سلم واحدة قضت عمرها نصها بالسجن. انا انسانة عبوده. انا قررت اصير ام بتتزوجين؟ انا مالي زوج غير عبد الله لكن انا عندي طريقة ثانية.